السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد عدنا، والعود جميل ورائع ومحمود في هذه الساعة السعيدة المتأخرة من الليل، وذلك في رسالة جديدة إلى المدعوة نهاد بن عقيدة، مقدمة برنامج قصة الناس في قناة ميديان تي في. أخت نهاد، مع كامل الاحترام ديالي ليك، كنت قد أرسلت لك رسائل كثيرة جدا عبر قناة اليوتيوب، لكن ربما لم تشاهديها. هذه الرسائل تدعو إلى، أو مفادها تنبيه، راكي غافلة الأخت نهاد. الضيوف اللي كتجيبي ما يزيدولك البرنامج نتاعك ما تا حاجة. برنامج قد يكون راقيا، وقد يكون مسموع ومتداول بين فئة من الفئات، إذا كان يعالج قضايا لا تخدش حياء المجتمع المغربي، ولا تتعدى على الأعراف وعلى التقاليد المغربية السمحة الموروثة من أولئك الأجداد الذي ورثوا أعرافهم عن أجدادهم، كانت أعرافا وأخلاق حميدة جدا. للأسف برنامج قصة الناس، ورغم من بعض الحلقات الاستثنائية قد تعد على رؤوس الأصابع، إلا أن مجمل ومعظم الحلقات كانت فارغة الوفاض، وكان لا أساس لها من المعنى، وليس لها من الفائدة ولا من الأهداف التي وضعتها على الحائط عندما أردت أن تكتبي أهداف ومشروع برنامج قصة الناس، الذي تقول فيه برنامج اجتماعي يهدف إلى تقاسم وتشارك الأفكار والاستفادة من التجارب. واش حنا دابا دوك الربعة الكدابة اللي جبتي غادي نستافدو من التجارب نتاعهم، نرجعو حنا كنكدبو؟ ولا ديك السيدة اللي جبتيها جوجات راسها بدون والديها ولا بدون ولي أمرها، حنا غادي نشاركو معاها التجربة؟ حنا مجتمع إسلامي يا الأخت نهاد، الله يجزيك بخير، مجتمع إسلامي، يجب عليك أن تفهمي هذا أولا وقبل كل شيء، أن تضعي هذا في الحسبان. ما تجيبيناش وحده قتلات راجلها، ولا وحده ضربها ولدها، ولا وحده ما كتعالجيش، ما غاديش تعالجي بهذه الطريقه، ما تعالجيش. اي انا معاك، البرنامج ربما قد يكون فيه من الفائده اذا كان بشكل اخر، اذا عالجتي هذا المنظور من منظور ديني، باش تجيبي انت دوك الشيبانيات قديره بهم الحلقه تما، ماشي معقول. شي دابا حنا نبقاو قايس وليلة، نبقاو تعاود الحجايات، ايوا زيدي وتبقاي تضحكي وتجيبي شي بنيات مفارقين الشغل. وبعدا باش تفهمي واحد المسألة الأخت نهاد، هاد البرنامج كيقولوا بأنك انت كتخلصي داك دوك الناس اللي كيحضروا معاك، الضيوف يأخذون المال، هذا باش تعرفي بأن البرنامج ما عندوش واحد المبدأ، وما عندوش واحد، كان خاني المصطلح في المسألة، ما عندوش واحد المصداقية. ما تخلصي ضيوف يعني برنامج كما كيقولوا تمثيل وصافي. وانا جاتني اخبار بان شي ناس جاو هكا يكذبوا عليك، ما داكشي اللي وقع لهم لا اساس له من الصحة، ناس مساكين العقل نتاعهم صغيور، الثقافة على قد الحال، بغاو غيبانوا في التلفازة صافي، هو عنده غرض يلبن في التلفازة
لا غدا يقول لهم راني صورت اجي، ويعيطوا الناس بالحي والناس كدا اجي وتفرجوا تصوني على خالد تاعم، انت كنت تفرج راه الناس قد تضحك على راسك صافي. ليس الا كل ما يقولون في البرنامج لا اساس له من الصحه. وكتجيبي مساكن شي ناس ذوي الاحتياجات الخاصه كتبقاي تنشطي عليهم تما وديري بيهم الحلقة، حشومة الأختنية زعما راك انتي راه باينة واحد انسانة، ويناش زعما نقولو لك انتي بحال نسيمة، ولكن نعلي الشيطان نعلي الشيطان. وحاولوا حاولوا قصد الناس بدون حرج، واش دابا حنا بدون حرج طلعت قد ديرنا برنامج بدون حرج مسرح الجريمة، اش هاد البرامج فقيح قاب تحرج بوحدها. لا ميديان تي في كنا كنعرفوها كدير برامج ثقافية، كدير أفلام مسلسلات وثائقية تنور تفقه تبرز الثقافة والمعلومة للمشاهد المغربي، فالتالي صافي رجعوا برامج كلها برامج تاع الإقامة صبروا المعدنوس حشومة كاع والله العظيم إلا حشومة عليكم فين ما كنتم. إذا كنتمنى الأخت نهاد بن عقيدة كانت هذه رسالة أخرى، ونوعا ما أردت أن أكون فيها لينا حتى تكون رسالة بناءة وتأخذي ما أقول بعين الاعتبار، وتبحثي عن ضيوف لهم كفاءة ولهم تجربة حسنة تستفيد منها المشاهد المغربي. اما داكشي اللي كتجيبي راه صراحة الله راه ما في ما يتشاف، والله العظيم راه ما في ما يتشاف. عبد لي داكشي، يلا تبارك الله عليكم.